هذه الايام جزاك الله خير، لانها تطلب من رمضان الى الحج، وكل ما جرى احد ما كتب الله ان احد. فاقول فيها: اه يا قلب حزين وجفن عين، ما تهنى عقب ابويه بالمنام. اه يا قلب حزين وجفن عين، ما تهنى عقب ابويه بالمنام. فقد غالي له مكان في العرين، ما يغطيها رفيعنا المقام. يقول اه يا قلب حزين وجفن عين، ما تهنى عقب ابويه بالمنام. فقد غالي له مكان في العرين، ما يغطيها رفيعنا المقام. الابو ما يحل مكان احد، لا شك. عقب ابويه بيتنا صاير حزين، شمعة المنزل طفت واصبح ظلام. ليت عمره زاد بعدة سنين، والتمني ما هو للمؤمن حرام. الله ليت عمره زاد، صاحب الدنقز. ليت عمره زاد بعدة سنين، والتمني ما هو للمؤمن حرام. بنته لنسى قبل دم فوق الجبين، وقلت رحوا بقومي من الهمام. الله بنته لنسى قبل دم فوق الجبين، وقلت رحوا قومي بالهمام. هذا ابويا السالم ذباح السمين، مدهل للضيف من سر الكرام. ابوها سالم، هذا ابويا السالم ذباح السمين، مدهل للضيف من نسل الكرام. يبذل المعروف مر في رجوى المعين، ما رجى غير الله اللي ما ينام، ما رجى غير الله اللي ما ينام. اغفر ذنوبه يا رب العالمين، واقبل اعماله الصلاه والصيام. يا الله انك ترحم، قولوا امين. في جنان الخلد يدخل في سلام، بيض الله وجهك. الله جبر الخواطر مهم، صح. جبر الخواطر حقيقه من الاشياء النفسيه، يمكن مهم جدا نجبر خواطر الناس، نجبر خواطر الاخرين، ترى يسهل من الالم، من الالم فعلا. لما تجبر خاطر يجيك واحد حزين وكذا، لما تجبر بخاطر وتفتح له سبل الطرق، تفتح لك كم يصير سعيد وكم يصير